برافو عليك نصوح أفندي، فزت علي. كأنك مو نايم ليلة مبارح، مبين على وشك التعب. أكيد تعبت. أي والله مظبوط، ما شفت النوم. نصوح شو رأيك نروح لعند ألينكا اليوم؟ والله هالبنت غير شكل. شو علي؟ شو قصتك نصوح؟ راح تضلك مهموم؟ قلي شو مشكلتك، بلكي بقدر ساعدك. ما في شي بيبسط بهالدنيا. وين؟ لوين يا بيك؟ انت شو اسمك يا صبية؟ بعد من وشي واقعد قرب مني. لا تخافي، تعالي معي. اقعد قرب مني. ها ها انا مأمون اوغلو بالي بيك. ممكن ساعدك؟ ما بدي مساعدة من واحد مثلك. أصلاً كلكم نفس الشيء. إن شاء الله منخلص منكم. خير يا بيك؟ شوفي مين بتكون هي؟ ما بعرف، كأنها غريبة. قوتها كتير عجبتني. تعال بدي أخدك مشوار وراح تنبسط كتير فيه. راح أخدك لعند تشلبي أفندي وراح أخليه بصر لك وشوف لك حظك كمان. وأكيد راح يقول لك إنه راح تلتقي بنسوان كتير. شرف. بالي بيك شو عم نستنى هون؟ خلينا نقوم نتمشى لأنه طلعت روحي من القعدة. بس استنى لحظة، بلكي بتجي. مين قصدك أنت؟ ليك أجيت. وقف، لوين رايح؟ انت ليش عم تلاحقني؟ شوفي. استغفر الله، ليش لحتى لاحقك؟ مو اكتر من صدفة. في صوت جواتي قال لي انه في جوهرة كتير حلوة موجودة هون. يا بيك مو هيك يا نصوح؟ ولا انا صاير ما عم شوف منيح الايام؟ انا اول مرة بحياتي بشوف عيون بهالجمال هاد. اوه نصوح افندي، اهلا وسهلا فيكم. اهلين فيك. خد بابا حبيبي، جبت لك الغداء. يسلموا يا بنتي. هاي بنتك؟ ايه يا افندي، هاي بنتي الكبيرة، اسمها ارمين. ارمين، مين هالباشا اللي معك؟ صديقي، وهو تاجر كتير غني، حابب يشتري شي من عندك. والله جد؟ تفضل يا باشا، محلي تحت امرك. انا مو عارفان شو بدي لسه. خلص لكان منجي بعدين، بركي بيكون قرر شو بده يشتري. مع السلامة. مع السلامة يا بكوات.